اخر 20 دقيقه في برنامجنا اليوم واصل معكم حتى ل 9 ونص نتاع الصباح. نمشيو تو سويت للبطاقات. كارتون دو جور. يلا سيدي نبداو نحكيو كره والحدث الرياضي. جانا البارح من ايطاليا، نابولي ترفع كاس ايطاليا امام اليوفي، يوفي دون، يوفي مراد الزغيدي. التفاصيل مع البرنس. اسمع ما بنا، اسمع، لفيت فيها لا مراد صغير، لفيت فيها لا رونالد، لفيت فيها الاسم العالي يوفنتوس وما ندرك. نابولي قال لك يا خويا احنا نحينا الممرر وجبنا مدرب جديد، يلزمنا نعملوا حاجه. عملوا حاجه، انتصروا في الفينال، صحيح عملوا 0-0، ربحوا بضرب الجزاء 4-2، لكن انتصروا في الفينال. وما نبداوش نقولوا هذه صدفه، لا ماهيش صدفه، لانه نابولي مع جاتوزو بربي هو المدرب. جاتوزو مسكين كان محروم من كل شيء، هز نابولي يا سيدي، هز شنيا عم قداش مراد كي يحكي نابولي راهي هذه المره السادسه. يعني التتويج نتاعها مو جا صدفه هكاك، لكن من 2000 ما ننساوش انه نابولي من 2014 ما هزت حتى شيء. ونابولي علاش التحيه لنابولي، خاطر يقربوا لنا برشا مش بعد علينا، لانه رونالدو دوما دخلوا بيات في اللعبه، حب يغمهم وانا نحب رونالدو عاد نحكي عاد حب كي زعما، لكن الشوطه تاعو جات في الشوش، ولو كان مش الحارس بوفون راهم خسروا ولا مشاو ولا ضرب الجزاء ولا حتى شيء. نسمع مراد رايح في المقابله، احكي لنا الاخبار. هو من اسباب الليله الخايبه زاد البارح هزيمه اليوم، حللنا الاخبار. لا نابولي استحقت البارح انتصار في نهائي كاس ايطاليا بالبلانتيات مارش 0-0، تلعب ضد في ستاد فارغ، تزين يا بريان حاجه جديده بالفيرتوال، الجمهور عملته تلفزه في ليماج، ترى جمهور هكا هذا الوان وكل، لكن نابولي استحق، فريق متميز وكادو حلو لجاتوزو لانه تعدى بفتره صعيبه سي جاتوزو مسكين. جمعتين التالي اخته اللي عمرها 40 سنه توفيت بمرض نادر، وهو قال لهم لا انا نقعد راني ونحضر مع الاولاد نتاعي والناس تيتر، لانه هذيك المجموعه هذيك نحن لها ياسر. دونك البارح كي وفى الماتش لم كيما فاز الباتشينو بعد وعمل بعد فك الفيلم المشهور وعمل خطاب الملعبيه نتاعو وقال لهم اي يا سيدي ما مش نلعبوا تشامبيونز ليغ، عندنا ماتش ريتور ضد برشلونه، لازم نعملوا الاكسبلوا وعلشان نطيحوا برشلونه. بربي شو التحليل الحاج قال لك يعاود لي في كلامي، الكلام اللي قاله ما قلت منه شيء. سؤال الحاج، سؤال مراد، امبارح شنو هي التشكيله اللي لعبت بها نابولي تكتيك فيه؟ مش هذا السؤال. قول بما انه هو كاس وعملوا 0-0. الحصه الاضافيه قداش دامت؟ لا قول لي. لا لا جاوبني. قداش الحصه الاضافيه؟ ما لعبوش حصه اضافيه. سمعت الجوالات تعبين سي رفيق. اي. فهمتني من مارس وقفت البطوله تعرف ما فماش حصص اضافيه. هي مش ما تكتيك يلعب جاتوزو، عجبك انت مثلا؟ ما عجبنيش. علاش باش لعب جاتوزو؟ كات دوكات هذيك كات دوكات. اي ولا دوبل في ام هذوما نتاع الوقت اللي انا كنت. شو لعب مراد جاتوزو؟ تنجم تقول نوعا ما من 4-3 البارح. اما المهم اليوفي، اليوفي البارح رونالدو. عن الظاهرة برهان كي واحد يقول لك 4-2 والاخر 4-3 تميل لشكون؟ الميل لانه الناصر يحسمها الحكايه. الناصر الناصر صح. انت شفتوا الماتش البارح؟ قال ظهر لي عليه. سي لطفي قال له بعد الفصل نرجع نكملوا البطاقات نتاعنا ما تبعدوش.